نعم بالفعل، قبل نحو ساعة من الآن 20 صاروخا، فلنقل بأنه أجلس نحو نصف إسرائيل في الملاجئ، وهذا ربما يرينا أيضا جزء من ترسانة حزب الله العسكرية من الصواريخ قصيرة المدى الكاتيوشا وحتى الصواريخ الباليستية التي رأيناها أيضا تستخدم في أكثر من مناسبة. اليوم رأينا صواريخ بمديات عدة، لأن الصواريخ امتدت من الحدود الإسرائيلية اللبنانية في الشمال الجليل الجولان المحتل وحتى جنوب مدينة تل أبيب، أيضا دوت فيها صافرات الإنذار. تلك الصواريخ المتوسطة المدى ربما، والتي سماها حزب الله صواريخ نوعية، كان قد أعلن الجيش أنه رصد 5 منها استهدفت منطقة جنوبي حيفا وحتى جنوبي تل أبيب. كان هنالك سقوط لصاروخ، حتى هذه اللحظة الجيش لا يعلن بالضبط المكان المحدد الذي سقط فيه هذا الصاروخ. بالطبع هنالك تكتم حول هذا الأمر بشكل عام، إذا كان هنالك سقوط صاروخ مثلا قرب أماكن حساسة وإن لم يؤدي إلى إصابات، فإن إسرائيل لا تعلن عن هذا الأمر أو عن مكان سقوط الصواريخ، على أساس أنها لا تريد أن تمنح الجانب الآخر معلومات حول المكان الدقيق لوقوع هذه الصواريخ. على أي حال، هنالك صاروخ سقط يقول الجيش في مناطق مفتوحة، يعني ما بين حيفا وتل أبيب أو ضواحي تل أبيب. كان حزب الله في هذه الرشقة الصاروخية قد قال بأنه استهدف قاعدة جليلوت 8200، وهي قاعدة أو شعبة الاستخبارات العسكرية، وهي بالطبع المسؤولة عن جمع معلومات عن حزب الله، عن تزويد المستوى العسكري الإسرائيلي بالمعلومات لاغتيالات معينة وأماكن تواجد القادة في حزب الله. هذه ليست أول مرة تستهدف هذه القاعدة، على الأقل وفق البيانات التي يصدرها حزب الله. هي استهدفت يعني في مناسبات عدة، في مرات عدة، حتى أنه أحيانا كانت تطلق هناك صافرات الإنذار من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية دون أن يكون استهداف حقيقي لتلك المنطقة، وإنما خشية من أن تكون مثلا مسيرات تستهدفها. أيضا كان هناك سقوط لشظايا سواء في مناطق قريبة من تل أبيب، شرق تل أبيب بنبرا، كان هناك فيديوهات يعني تظهر بشكل واضح سقوط شظايا في تلك المنطقة. بنبرا هي بلدة حريدية. أيضا جنوب مدينة حيفا، منطقة تسمى معجان ميخائيل، أيضا كان هنالك سقوط لبعض الشظايا، وما أدى إلى إصابة بعض البيوت بأضرار معينة، بالإضافة إلى إصابة طفيفة لإسرائيلي في تلك المنطقة. أما في الشمال، منطقة الجليل الجولان التي استهدفت بصواريخ الكاتيوشا، فأيضا كان هنالك سقوط لعدة صواريخ في مناطق مفتوحة. الإسعاف الإسرائيلي قال إنه لم يرصد إصابات. الشرطة الإسرائيلية من جهتها ما زالت تقول بأنها تمشط بعض المناطق التي تم الإبلاغ عن سقوط صواريخ فيها أو شظايا صاروخية، تحسبا من وجود رؤوس منفجرة في تلك أو متفجرة في تلك المنطقة. الخبراء العسكريون الإسرائيليون ما زالوا يقولون حتى هذه اللحظة بأن لدى حزب الله ما زالت ترسانة كبيرة من الصواريخ، على عكس ما يحاول ترويجه الجيش الإسرائيلي، وبأن هنالك بالطبع تواجد أيضا لصواريخ دقيقة لسبب ما لم يستخدمها حزب الله حتى هذه اللحظة، ربما لأنه يخطط لحرب استنزاف طويلة ولم يأتي الوقت المناسب لاستخدام هذه الصواريخ. ولكن يعني ما رأيناه هذا الصباح من رشقة صاروخية، حتى يعني لا يمكن القول بأنها رشقة كبيرة جدا، كانت هنالك رشقات من 70 صاروخا، 60 صاروخا، 80 صاروخا نحو منطقة حيفا، ولكن اليوم نتحدث عن 20 صاروخا. حتى هذه الرشقة التي لا تعد كبيرة بالنسبة للمساحة التي استهدفتها، أيضا يعني تؤدي إلى الإحساس بأن هنالك بالفعل حالة حرب، أن إسرائيل لا يمكنها أن تعيش روتين حياة طبيعي طالما هي ما زالت تقصف في لبنان وتستهدف الكثير من الأهداف في لبنان. يتحدث الجيش الإسرائيلي اليوم عن مئات الأهداف كما يقول، التي تم الهجوم عليها خلال 24 ساعة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك بالطبع يعني شل لكل القطاعات، حتى لو كانت لفترة معينة، من الحدود الإسرائيلية اللبنانية وحتى إلى ما أكثر من 80 كيلومترا عن هذه الحدود حتى جنوب مدينة تل أبيب.
تفضلي بالبقاء معي، كل الشكر لك يا زميلة إيمان. ننتقل إلى أحمد مصطفى مفد والغد. أحمد، تابعنا قبل قليل تجدد الغارات على عيتا الشعب، وهل المشهد على ما هو عليه؟ يوم أمس هلدات المشهدية كنت تفيد بأن لا اشتباكات هناك بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله. هذا الدخان الذي يتصاعد في الصورة الآن هو نتيجة القصف المدفعي الذي يطال بلدة عيتا الشعب، وهو قصف متواصل. وكذلك قبل دقائق قليلة كانت هناك العديد من الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من بلدات الجنوب اللبناني، وخصوصا تلك البلدات المتاخمة لعيتا الشعب كحنين ورامية وغيرها من البلدات الأخرى والقوزح. في هذه الأثناء نستمع بوضوح إلى صوت الاشتباكات يتجدد ما بين المقاتلين التابعين لحزب الله وما بين جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما يبدو أن معركة عيتا الشعب لم تنتهي بعد. فما نلحظه من تجدد للاشتباكات بين لحظة وأخرى يؤكد أن هناك كثافة في إطلاق النيران، حتى أننا نستمع أيضا إلى ما يبدو أنها عبوات ناسفة يتم تفجيرها في الجنود الإسرائيليين الذين توغلوا باتجاه بلدة عيتا الشعب منذ أمس، على اعتبار أننا رصدنا بالفعل هذه التفجيرات التي وقعت في محيط أكثر من منطقة داخل بلدة عيتا الشعب، من بينها كذلك بلدية عيتا الشعب التي استهدف فيها الحزب تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه النقطة، وكذلك في منطقة خلة ورد التي استهدف فيها أيضا حزب الله تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي. إذن ما زالت هناك الاستهدافات مستمرة من قبل حزب الله والمقاتلين التابعين له لجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يتوغلون باتجاه هذه النقطة. يبقى أيضا هناك توغل آخر باتجاه مثلث روب 30 وديسة ومركبة بالقطاع الشرقي، وهناك أيضا كذلك اشتباكات عنيفة وقتال ضارب ما بين المقاتلين التابعين لحزب الله وما بين جنود الاحتلال الإسرائيلي. كذلك هناك العديد من الغارات التي شنت على القطاعين الشرقي وكذلك القطاع الغربي. هنا أيضا في القطاع الأوسط كانت هناك مطالبات لقوى الأمن الداخلي بإخلاء مخفر رميش، هذه البلدة التي ما زالت حتى هذه اللحظة يتواجد بها سكانها ولم يخلوا هذه المنطقة، وبالتالي يعني تحدث إلينا عدد من الأهالي عن رفضهم لهذا القرار من الأمن الداخلي لأنه يعرضهم للخطر، وطالبوا الدولة بأن لا تتخلى عنهم وأن تقف إلى جانبهم في هذا الظرف الدقيق، على اعتبار أنهم يريدون أن يكون هناك نوع من الحماية. لكن ما صدر من قرار وفق ما يقوله الأهالي هنا، هم يؤكدون أنه قرار يعني يؤدي بهم إلى مزيد من الخطورة في ظل الوضع المتصاعد والأوضاع الأمنية المتردية هنا. إذا ما تحدثنا عن البيانات الصادرة عن حزب الله، حزب الله حتى هذه اللحظة أصدر 3 بيانات تحدث فيها عن استهدافات مختلفة، من بينها استهداف قبة نيريد بضواحي تل أبيب، وقال إنه استهدفها بصواريخ نوعية. كذلك قاعدة ستيلا مارس في حيفا التي استهدفها عدة مرات خلال الفترة الماضية، قال أيضا الحزب إنه استهدفها بصواريخ نوعية، فضلا عن قاعدة جليلود حيث استهدفها أيضا الحزب في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية. إذن هناك العديد من الصواريخ التي دخلت على خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، من بينها صاروخ نصر 2 الذي أعلن عنه حزب الله بالأمس، وأعلن أنه دخل الخدمة لأول مرة في 20 أكتوبر الماضي، أي قبل نحو 2 يوم. وهذا الصاروخ هو صاروخ طوره حزب الله خلال الفترة الماضية، ويبلغ مداه 150 كيلومترا ويحمل رأسا حربية تزن 140 كيلوغرام. إذا ما زال حزب الله حتى هذه اللحظة يمتلك قدرات صاروخية، على عكس ما يحاول الاحتلال الإسرائيلي الترويج له بأنه قضى على كثير من القدرات الصاروخية لحزب الله. نعم، كل الشكر لك زميل أحمد مصطفى. دعني أنتقل زميلة ليلى خليل. ليلى، أرصد لنا الأوضاع بعد يعني الاستهدافات يوم أمس للضاحية الجنوبية ولمحيطي مستشفى أيضا الحرير، كيف تبدو الآثار هذا الصباح؟ كيف بدأ الوضع؟ بعض من سحب الدخان لا تزال تتصاعد من أحد الأماكن التي تم استهدافها بالأمس. بالطبع كما بات معروفا هناك 7 أماكن أو 7 نقاط حددها أفخاي أدرعي ليل أمس، ومن ثم استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي. وكان هناك غارة في محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي وهو مستشفى حكومي، هذه الغارة لم يكن هناك إنذار، يعني لم يتم إنذار من كانوا في
هذا المبنى الذي تم استهدافه. الدمار كبير، فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على الأرض. بحصيلة محدثة بحسب وزارة الصحة هناك 4 شهداء و32 جريحا. الكثير من الأهالي في هذه المنطقة غادروا وافترشوا الطرقات، بعضهم افترش الطرقات، وكان هناك مناشدات لأن يتوجهوا إلى ملعب أحد المدارس القريبة، ومن بعدها يتم نقلهم إلى مراكز إيواء بحال أرادوا البقاء في خارج منازلهم، كون الكثير منهم يعني كان خائفا بعد هذا الاستهداف المفاجئ الذي لم يحصل عقب أي إنذار في هذه المنطقة بالتحديد، منطقة الجناح. بالأمس منطقة الأزاعي هي للمرة الأولى يتم استهدافها، ولكن تم نشر الإنذار المحدد، كما باقي النقاط السبعة أو الستة، هي 7 نقاط من ضمنها الأزاعي. وزير الصحة أصدر بيانا، أو وزارة الصحة عقبت على التعرض وقالت بأنه تسجب التعرض لأكبر مستشفيين، لمستشفيين من الأكبر في الضاحية وفي العاصمة بيروت، وهما مستشفى رفيق الحريري وأيضا مستشفى الساحل، بعد نشر الجيش الإسرائيلي ادعاءات ومزاعم بأنه أسفل مستشفى الساحل يوجد أنفاق ويوجد غرف يخزن فيها حزب الله الأموال والذهب الذي نقله من القرد الحسن. اليوم هذه المستشفى دعت وسائل الإعلام المحلية والعربية لجولة داخل هذه المستشفى للتفقد ولنفي مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن هناك أنفاق وأن حزب الله يخبئ الأموال أسفل هذه المستشفى. أود أن أشير إلى الموضوع السياسي اليوم. أموس هوكسين الذي غادر لبنان وكان لديه لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بالأمس، غادر وهو في تل أبيب، وأيضا هناك زيارة لأنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي. بالطبع كما بات معروفا القرار 1701، وهو ما سمعناه بالأمس كيفية تطبيق القرار 1701 والآلية، ولكن صحيفة الأخبار اليوم المقربة من حزب الله قالت ونقلت ما حصل من نقاشات أو من طرح من قبل هوكسين للمسؤولين اللبنانيين، وأنه تحدثت عن نقطتين مهمتين اسمحي لي منى. الأولى تتعلق بتعديل مقدمة القرار الدولي 1701 لكي يقول بأنه لكي ينص على إحلال السلام في المناطق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومنع أي وجود مسلح في هذه النقاط. النقطة الثانية المهمة وهي تتعلق بتوسعة نطاق الجغرافي للقرار 1701 لكي يصل إلى شمال الليطاني. نحن نعرف 1701 أو نطاق عمليات 1701 هي جنوب خط الليطاني أو نهر الليطاني. اليوم بحسب ما نقلت الأخبار أن هناك مطالبات لتتخطى شمال نهر الليطاني كيلومترات، أقله كيلومتران بحسب صحيفة الأخبار، وأن هناك طلب تعديلات بمهمات اليونيفيل. أولا زيادة عدد اليونيفيل، زيادة عديد الجيش اللبناني، أن يكون هناك حرية للتنقل والمراقبة والتفتيش، أي مركز، أي نقطة، أي منزل أو أي موقع دون العودة إلى السلطات اللبنانية، أن يكون هناك حركة أو مراقبة من المسيرات لهذه النطاق الجغرافي، لهذا النطاق الجغرافي للقرار 1701 إذا ما عدل بطبيعة الحال، أن يكون هناك مراقبة للساحل اللبناني من الجنوب حتى الشمال وليس فقط نطاق عمليات اليونيفيل، وأن يكون هناك أيضا مراقبة في المطارات المدنية التي تعمل والتي لا تعمل، وأيضا أن يكون هناك أبراج مراقبة على كل الحدود البرية مع لبنان بين لبنان وسوريا، ووضع أبراج مراقبة وصولا حتى البقاع الغربي والجنوب اللبناني. الإمكانية أو قبول الجانب اللبناني بهذه الطلبات، هنا السؤال، أيضا السؤال هل سيكون هناك موافقة من الجانب الإسرائيلي على تعديلات بالقرار 1701، خاصة وأن الشروط الإسرائيلية أيضا مرتفعة، وهذه الشروط الجديدة هل سيقبل بها لبنان كذلك الأمر؟ هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة، خاصة وأن زيارة أموس هوكسين يقال أنها لن تكون الأخيرة وسيكون هناك جولات للتفاوض على هذه النقاط. كل الشكر لك يا زميلة ليلى خليل، كنت معنا من بغداد. كل الشكر أيضا للزميلة إيمان جبور كانت معنا من الناصرة، والشكر أيضا للزميل أحمد مصطفى موفد الغدا من بلدة رميش بجنوب لبنان. شكرا جزيلا لكم شبكة مصر.